دلوقتي يجي معدنا مع اهم الاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده، وايضا نتابع فعاليات المباراه اللي هتتلعب في الجوله الثالثه والثلاثين من اطار بطوله الدوري المصري الممتاز لكره القدم. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالأمم المتحدة هتحتفل باليوم العالمي للسكان واللي بيوافق 11 يوليو من كل عام، وده من خلال الدعوة لتعزيز المساواة بين الجنسين لخلق عالم أكثر عدلاً ومرونة واستدامة والمساعدة في تحقيق أحلام 8 مليار نسمة على كوكب الأرض. النهاردة هيؤدي طلاب الثانوية شعبة الرياضيات لامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية الديناميكا، وهيؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا مادة مقاييس المفاهيم الأحياء لشعبة العلوم، ومادة مقاييس المفاهيم الرياضيات البحتة لشعبة الرياضيات. كمان هيؤدي طلاب مدارس المكفوفين امتحان التاريخ ورقة تانية. النهاردة هتنظم مكتبة الإسكندرية أمسية شعرية تحت عنوان قليل من الحب لا يصلح، للشاعر الدكتور أحمد تيمور عضو المجمع العلمي المصري، في 7 مساءً بمقر بيت السناري الأثري في السيدة زينب. بتدور الأمسية حول الدواوين الشعرية للدكتور أحمد تيمور مع توضيح الجماليات اللغوية والإيقاعات والأنماط الشعرية المختلفة، وأيضاً دور الشعر في التعبير عن الثقافة والتراث والهوية ومكانته الحالية في الأدب والثقافة والفنون. النهاردة العشاء الدوري المصري موعدهم مع مباراة قوية في إطار الجولة 33 من عمر المسابقة، هيلتقي فيها سموحة مع أمبي الساعة 8:30 بالليل.